السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أسامة معروف. إن شاء الله هكون معاكم في جزء المضادات الحيوية أو الأنتيبيوتكس اللي المفروض إن إحنا بنستخدمها في علاج العدوى البكتيرية. طيب، قبل ما أخش في الموضوع كمادة علمية وناخدها بقى بالتفصيل الأكاديمي والتطبيقي والعملي، تعالوا كده ما نتكلم على حتة التاريخ، تاريخ المضادات الحيوية اللي اكتشافها قلب حياة البشر 180 درجة، وكانت السبب ان الاعداد بتاعت البشر تزيد بالشكل المهول اللي موجود فيه حاليا. احنا وصلنا لسبعة مليار بني ادم موجودين على الكوكب، مقربين لثمانية مليار. انت تعرف ان السبب في الموضوع ده كان المضادات الحيوية اللي تم اكتشافها عن طريق الصدفة. طيب، ايه الصدفة دي؟ الصدفة دي اللي خلت عالم اسمه ألكسندر فليمينج كان زارع شوية خلايا بكتيرية في المعمل بتاعه، وراح أجازة ورجع، وأول ما رجع بيبص كده على الخلايا البكتيرية اللي كان زارعها، لقى فيه إطباق طلع فيها نمو بكتيري وفيه إطباق تانية لأ. فالاطباق اللي ما فيش فيها نمو بكتيري بيبص فيها لقى موجود فيها فطر، فبدل ما ياخد الطبق ويرميه خد الفطر ده وفكر وقال هو ليه الفطر منع نمو البكتيريا. بدا ياخد الفطر وياخد العصاره بتاعته او الجوس بتاع الفطر، خد الجوس بتاع الفطر ده وبدا يستخدمه على الخلايا البكتيريا، لقاه بيقدر ان هو يموت الخلايا البكتيرية فعلا. طيب، وبعدين الكلام ده تم سنة 1928، لكن الاستخدام الفعلي للمضادات الحيوية او تحديدا اول مضاد حيوي عرفوه في التاريخ اللي هو البنسلين جي، كان سنة 1942 على فتاة اسمها آن ميلر، اللي موافقتها من عدم موافقتها كانت السبب في استخدام البنسلين. طيب، كان عندها عدوى وكان القرار بتاعها هو اللي هيوقف او هيدي الاذن باستخدام المضاد الحيوي اللي اسمه البنسلين جي. وافقت على استخدام البنسلين جي في علاجها، لقيت فعلا ان البنسلين جي دوت ادى الى تحسن حالتها، وبدأ بعد كده استخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع، بدأ فعليا في الحرب العالمية الثانية اللي قلل عدد الموتى من الجنود والمدنيين بحد كبير جدا عن الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الثانية نتيجة استخدام البنسلين، تمام، ليه الناس ما كانوش بيموتوا كتير؟ قبل كده كانوا بيموتوا بسبب عدوى الجروح. يعني في الحرب العالمية الأولى كان معظم الجنود ما كانتش بتموت من الرصاص، كانت بتموت نتيجة الانفكشنز اللي بتحصل للجروح اللي المفروض ان هي بتحصل لهم بسبب الطلق الناري او الرصاص اللي كانوا بيتعرضوا ليه. طيب، تعالوا كده بقى اما نرجع بالزمن شوية قبل اكتشاف البنسلين ونشوف الناس كانت بتتعامل مع العدوى البكتيرية اللي هي عن طريق كائن بسيط وحيد الخلية، بسيط جدا في تركيبه لكن خطير جدا في تأثيره. كائن 99% منه ما بيعملش أمراض للإنسان، و1% منه فقط هو اللي قادر ان هو يعمل امراض للانسان. تعالوا كده اما نشوف الناس كانت بتتعامل مع العدوى البكتيريه ديت ازاي. نبدا من الاول خالص، ايام القدماء المصريين. ايام القدماء المصريين كان الجرح، كان لما يجوا يتعاملوا معاه كانوا بيستخدموا الفطر او العفن ويحطوه على الجروح علشان يقلل الالتهاب بتاع الجروح، وما كانوش يعرفوا ان الفطر ده بيطلع مواد قاتلة للبكتيريا. فاول ما نستخدم المضادات الحيوية
هم القدماء المصريين. طيب خلصنا من القدماء المصريين، تعالوا كده بقى ما نشوف الجائحات اللي كانت بتحصل في العالم نتيجة برضو العدوى البكتيرية اللي المفروض ان احنا دلوقتي بنعالجها بطريقة سهلة جدا باستخدام المضادات الحيوية. جائحات زي ايه؟ جائحات مثلا زي جائحة الكوليرا اللي حصلت في مصر، تمام، ومرتين مش مرة واحدة. جائحة زي جائحة الطاعون اللي موتت في القرن الـ14 تلت سكان أوروبا. وسبحان الله الطاعون كان بيتفشى في سكان أوروبا لدرجة إن هو موت تلت السكان. كان نتيجة إيه؟ كان نتيجة إن الناس في بلد معين لما بيظهر فيها الطاعون كانوا بينتشروا ويهربوا لبلاد تانية، فكانوا ينقلوا المرض معاهم للبلاد التانية دي، فيتفشى المرض في أوروبا كلها ويموت تلت سكانها. لكن كان يجي عند بلاد المسلمين وكان يقف. طب تعالوا كده ما نشوف كان بيقف ليه. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا سمعتم، أو الحديث فيما معناه علشان ما غلطش في حرف، إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. يعني لو سمعت عن الطاعون في أرض وانت براها ما تدخلهاش، ولو وقع في أرض وأنت بها فلا تخرج منها. سبحان الله، هو ده أساس الطب الوقائي اللي موجود لغاية الآن وبيطبق لغاية الآن في التعامل مع الأمراض الجديدة اللي مش لاقيين لها علاج. طيب تعالوا كده ما نشوف عظمة الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. طيب هو إزاي بيحصل انتقال العدوى؟ بيحصل انتقال العدوى عن طريق إن مريض يتعامل مع بني آدم سليم فينقله المرض. طيب ركز كده معايا، فلو انت بره البلد وسليم ودخلت البلد موجود فيها طاعون وحصل كونتاكت ما بينك وما بين شخص مريض هينقل لك المرض، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تدخلوها. طيب لو انت كنت في بلد ووقع بها الطاعون فلا تخرج منها، قال لك نتيجة ايه؟ ممكن تكون مصاب، فالبلد الجديدة اللي انت هتروح لها هتنقل لأهلها المرض فيتفشى المرض فيها. الحاجة التانية، ممكن تكون كارير أو حامل للمرض. ركز كده معايا، الطب الحديث لسه مكتشف موضوع الكاريرز ده يعني من فترة قليلة. ايه الكاريرز دول؟ ناس بتبقى حاملة للمرض لكن الأعراض بتاعت المرض مش باينة عليها، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تخرجوا منها، حتى لو أنت سليم ومش باين عليك أعراض المرض لكن ممكن تكون حامل المرض، فالبلد اللي أنت هتروح لها هتؤدي إلى تفشي المرض فيها. فسبحان الله، الحديث ده هو أساس الطب الوقائي اللي لسه ماشيين عليه لغاية الآن. ده مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بدأ العالم وأبو الطب ابن سينا ياخد منه فكرة الحجر الصحي. ركز كده معايا، عارف كلمة كوارنتين اللي احنا سمعناها كتير قوي أيام الجائحة بتاعت كورونا؟ أيام الجائحة بتاعت كورونا كان كلنا قاعدين في بيوتنا وقافلين على نفسنا لمدة طويلة، تمام كده؟ طيب العالم أبو الطب ابن سينا كان لما بيجي السفن بتاع التجارة لبلاد المسلمين كان بيخلي كل سفينة تقف لمدة 40 يوم محدش ينزل منها، كان يوصل لهم أكلهم وشربهم ويسيبهم 40 يوم يتابعهم يشوف هل حد فيهم
بان عليه اعراض مرض معين ولا لا، وبسبب ان هو كان بيخليهم 40 يوم سموها الأربعينية. فلما جه التجار من إيطاليا بدأوا من هم ياخدوا الفكرة بتاعت الأربعينية بتاعت العالم ابن سينا وينقلوها لبلادهم، فطلعت الكلمة بتاعت الكوارنتين اللي هي ترجمة لكلمة الأربعينية، تمام؟ ولا زال بنستخدم الكوارنتين أو الكلمة بتاعت الكوارنتين لغاية دلوقتي، تمام كده؟ طيب، يعني الحجر الصحي أصله عربي، الطب الوقائي أساسه اتقال من 1400 سنة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة بعد ما اتكلمت لكم على البكتيريا في العصر الحديث وقتلها عن طريق المضادات الحيوية، والبكتيريا قبل اكتشاف المضادات الحيوية كانت ممكن تكون قاتلة وشرسة ازاي، تعالوا كده ما نتكلم في الوقت الحالي بيحصل ايه. البكتيريا دي مع بساطة تركيبها إلا انها شرسة وضارة جدا وخطيرة جدا في تأثيرها. البكتيريا دي عبارة عن كائن حي عايز يعيش زيه زيك. لو انت المضاد الحيوي اللي المفروض ان انت بتستخدمه علشان تقتل البكتيريا لو اسأت استخدامه، البكتيريا هتبدأ ان هي تعمل مقاومة ضده، خلاص كده؟ فالبكتيريا مع اساءة استخدام المضادات الحيوية زي ما بيحصل عندنا في الصيدليات في مصر، واحد مثلا يخش لك الصيدلية يقول لك ايه، انا عايز حبيتين مضاد حيوي يا دكتور، تمام؟ يعني بياخد جرعة قليلة والمدة غير مناسبة، تمام؟ فالبكتيريا بتبدأ ان هي بالبلد كده تتشرس. يعني ايه تتشرس؟ يعني تبدأ تكتسب مقاومة للمضاد الحيوي ده. ومع اساءة استخدام المضادات الحيوية اللي اكتشفوها بعد البنسلين اللي المفروض هنتكلم عليها بالتفصيل في الكورس بتاعنا، تمام؟ في بكتيريا بدأت تكتسب مقاومة لمضاد حيوي والتاني والتالت والرابع، لدرجة إن في حاليا خلايا بكتيرية بيعزلوها من مرضى في مستشفيات مقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية المعروفة، تمام؟ فتخيل لو حد حصل له إصابة بنوع من أنواع البكتيريا اللي بنقول عليها المالتي دراج ريزيستنت او المالتي انتيبيوتيك ريزيستنت سترينز، او سلالات البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه اللي تم اكتشافها لغايه الان. الحل ايه؟ انت مفيش ايديك حل، انت هتسيب المريض يا يعيش يا يموت، وغالبا هيموت. فاساءه استخدام المضادات الحيويه ومقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه اعتبرتها منظمة الصحة العالمية أكبر خطر بيواجه البشرية دلوقتي. فأرجوكم لما ناخد المضادات الحيوية بالتفصيل نحاول إن احنا نكون نواة إن احنا نعرف الناس عن المضادات الحيوية ونمنع إساءة استخدامها علشان ما يتكون لناش وحوش شرسة ممكن ما نقدرش نموتها في يوم من الأيام، وتقدر البكتيريا دي إنها تمحي الجنس البشري اللي موجود على وجه الأرض كله، نتيجة إن إحنا خلاص ما عادش عندنا أسلحة ضدها، تمام كده؟ أتمنى إن أنتوا تكونوا خدتوا فكرة كده بسيطة عن تاريخ المضادات الحيوية واستخدامها. إن شاء الله في الشرح هنبدأ نتكلم على المضادات الحيوية بالتفصيل الممل، بالتطبيق العلمي، بالتطبيق العملي، وبالبيز الأكاديمي اللي لازم يكون عندك علشان تعرف المضاد الحيوي إمتى تستخدمه، وتعرف تختار أنهي نوع من أنواع المضادات الحيوية. أشوفكم على خير في أول محاضرة
هبدأ أشرحها إن شاء الله عن المضادات الحيوية المحاضرة الجاية. كان معكم دكتور أسامة معروف، والسلام عليكم.